أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي أقوم فيها بمراجعة كتاب التحول الكبير لكارل بولانيي. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي يمكنها أن تساهم في فهمنا لزمننا المعاصر، خصوصا للدول النامية في إفريقيا وآسيا. كتاب التحول الكبير لكارل بولانيي، الأصول السياسية والاقتصادية لزمن المعاصر، طالما اعتبر من قبل النقاد ومن قبل المفكرين عبر أنحاء العالم من أهم الكتابات التي فطنت إلى المسألة الاقتصادية والسياسية في زمننا المعاصر، وإلى آليات اشتغالها وإلى تاريخها. في هذا الكتاب نجد غوصا في تاريخ الاقتصاد من منظور يحاول أن يحدد أسس تطور هذا الاقتصاد، وكذلك في علاقتها بالسياسة والمجتمع. إذ أنه طالما نظر إلى الاقتصاد بأنه، خصوصا اقتصاد السوق، بأنه عبارة عن مفهوم يشتغل ذاتيا، بحيث أن السوق يخضع للعرض، لآليتي العرض والطلب، وأن السوق يمكنه أن يشتغل ذاتيا ويمكنه أن يحل مشاكله ذاتيا انطلاقا من منطقه الخاص، وبالتالي أصبحنا نعتبر السوق ككيان خارج عن المجتمع أو مستقل عن المجتمع أو مستقل عن السياسة. وهذا ما أدى بالكثير من المفكرين لكي يبنوا إطارا نظريا يحاولوا من خلاله أن يوجهوا السوق لكي يصبح مستقلا، ولكي لا تتدخل الدولة في السوق الحرة أو في الاقتصاد الحر، وأن لا توجهها. بالنسبة لكارل بولاني يطرح السؤال: لماذا وصل العالم إلى لحظة الكساد الكبير ما بعد أزمة 1929 وظهور الفاشية؟ سؤاله هذا سيعود به إلى التاريخ، خصوصا إلى القرن التاسع عشر، بحيث أنه لاحظ أن العالم عاش 100 سنة من 1815 إلى 1914 حينما بدأت الحرب العالمية الأولى. هذه 100 سنة في نظر كارل بولاني تعد من اللحظات النادرة في التاريخ التي عاشت فيها الإنسانية في سلام. هذا السلام في نظر بولاني كانت تحنيه أسس اقتصادية. طبعا هو سلام نسبي، لأنه كانت هنالك حروب، ولكنها لم تكن أبدا حروبا بين القوى الكبيرة أو القوى ذات السيطرة الاقتصادية التي يمكنها أن تدمر العالم. وبالتالي كانت هنالك أسس. أولا، الأساس الأول هو اقتصاد السوق المستقل. الأساس الثاني، اعتبار الذهب معيارا للاقتصاد والأسواق. وبالتالي هذه الأسس في نظر كارل بولاني قد قامت بحماية التوازن وبالحفاظ عليه طوال أزيد من قرن. أولا، في البداية من طرف الإيديولوجيات المحافظة التي كانت تحافظ على الأنظمة القديمة في بداية القرن التاسع عشر، في منتصفه وفي المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر ستبدأ مجموعة من الإيديولوجيات الأخرى المضادة، ولكن الغريب دائما هو أنها حافظت على السلم العام أو النسبي في القارة الأوروبية بين القوى الاقتصادية العظمى. وبالتالي هنا فهذه الأسواق أو هذه الشركات أو هؤلاء الصيارفة كما يسميهم أو أرباب البنوك أو أرباب الرأسمال كانوا يحافظون على مصالحهم، ورأوا دائما بأن من مصلحة الجميع، من مصلحة الأطراف الكبرى في أوروبا، أن تحافظ على السلم وأن تحافظ على الاقتصاد. وبالتالي الفكرة الأساسية في كتاب كارل بولاني التحول الكبير هو أن الاقتصاد في الزمن الماضي لم يكن أبدا مستقلا عن السياسة والدين، ولكنه في مرحلة معينة وهي القرن التاسع عشر من تاريخ الغرب مع الاقتصاد الرأسمالي سيصبح الاقتصاد مستقلا عن الدين وعن السياسة وعن المجتمع، وبالتالي هذا الاقتصاد ستصبح له آلياته الخاصة. وهذا ما سماه كارل بولاني بمفهوم الانغمار. الانغمار هنا يقصد به بأن الاقتصاد كان دائما محايدا
وملازما للمجتمع في لحظات سابقة، غير أنه سينفصل عنها عن المجتمع في القرن 19. هو نفس المفهوم الذي ستتم العودة إليه بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك قبل الحرب العالمية الثانية من طرف الاقتصاد الكينزي، من طرف النظريات التي تقول بضرورة تدخل الدولة لتوجيه الأسواق، أو على الأقل للتأثير لتفادي سقوط هذه الأسواق في الركود والأزمات الاقتصادية. وبالتالي أهمية كتاب كارل بولاني تكمن في أنه يختصر لنا أو يقدم لنا رؤية عميقة للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فأهمية كتاب التحول الكبير تكمن في أنه يقدم لنا رؤية نقدية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الغربي، كما أنه يسمح لنا بإعادة فهم التاريخ وإعادة فهم الكثير من اللحظات التي مر بها التاريخ الغربي. أعزائي، لا تنسوا أن تشتركوا على القناة، ولا تنسوا أن تدلوا بملاحظاتكم أو آرائكم إن كنتم قد قرأتم هذا الكتاب. دامت لكم متعة القراءة.